التحية متجددة متابعينا الكرام، والتواصل يستمر في انطلاقات هذا اليوم لسن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. نتواصل بالتحديات من ميدان سيف العرب بعد ما شاهدنا الشوط الأول الرئيسي للإبكار اللقاية المحليات الأسايل، فينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة في صباح هذا اليوم، وهو الشوط أيضا الشوط الثاني الخاص بالإبكار اللقاية المهجنات الأسايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء الغبايل. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول. انخلي تتقدم المشاركين وتحتل المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، اللي يضمرها علي بن هزيم المسافر اللي تابعها في عملية التضمير والتدريب. كذلك انخلي تاتي على المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا علي بن هزيم المسافري سيطرة ثلاثية من شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن هزيم المسافري اللي تولى عملية تضميرهن وتدريبهن. بينما تابع المركز الرابع اللي قادمه في هذه اللحظات حفلة لهلال بن خميس بن عامر العمري، بينما المركز أيضا الخامس في هذه اللحظة الجميلة والمتميز نتابع المركز الخامس والدخول اللي بدأ على خامس المراكز من خلال هذه اللحظة المتميزة الشاهنية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، اللي تولى عملية تضميرها وتدريبها حمد بن سيف بن هيان العامري. بينما أتابع المركز السادس وتابع القدوم والانطلاق على سادس المراكز في هذه اللحظة المتميزة والجميلة، شعار أيضا بالخزع اللي يتدخل في هذه اللحظات ليقدم لنا متابعينا الكرام الطاغية عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري. بينما نتابع المركز السابع هناك الدخول اللي بدأ في هذه اللحظات من انخلي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن هزيم المسافري. بينما المركز الثامن وتابع القدوم والانطلاق في هذه المسيرة وفي هذا الانطلاق ها هي انخلي تتدخل لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن هزيم المسافري. بينما تاسع المراكز اللي قادمة في هذه اللحظات واللي تنطلق متابعين الكرام شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن غدير اللي تولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما المركز العاشر اللي تدخلت في هذه الحظوظ وانطلقت هنا ايضا حربية لسالم بن علي بن مبارك بن فراج المري، هكذا نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الاولى المنطلقة في تحدي هذا الشوط. نعود الى البداية ونعود الى سكان المقدمة بعد ما اتممنا هذا النداء، ونعود الى المقدمة. هذه هي انخلي على الصدارة، انخلي على المركز الأول اللي تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتولى عملية تضميرها وتدريبها علي بن هزيم المسافري. بينما أشوف شواهين، ها هي شواهين من تغير وتأتي بهذا الأداء الأروع والجميل مع المركز الأول اللي تعود ملكيتها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتولى عملية تضميرها حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني هنا انخلي، بينما المركز الثالث كذلك انخلي اللي تعود ملكية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن هزيم المسافري اللي يتولى عملية تضميرهن وتدريبهن. بينما هناك الطاغية على المركز الرابع لعبد الواحد بالخزع بالعث العامري هو اللي ياتي في المركز الرابع. بينما المركز الخامس المتدخلة حربية لسالم بن علي بن مبارك بن فراج المري. بينما المركز السادس اللي قادمة في هذه اللحظات والمنطلقة متابعينا الكرام الشاهدين
الحسينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن زيد بن هيان العامري، لكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة وإلى الريادة. هذه هي شواهين اللي تلفت الأنظار مع المركز الأول، مع شوط المهجنات الأصايل. الله أحيا مع المقدمة، ولكن أسماء قادمة مع هذا أيضا الكيلو والمتر الأخير. أحيا متابعينا الكرام اللي تغير على المقدمة الأولى في هذه اللحظات وتتصدر المركز الأول. متابعينا الكرام خطيرة لسيف بن هلال العليلي، الله يا سلام. المركز الثاني هناك اللي قادمة متابعينا الكرام في هذه اللحظة من الجانب الآخر، المنطلقة بكل قوة الشاحنية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، بينما المركز الثالث اللي قادمة شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتولى عملية تضميرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الرابع هناك اللي قادمة في هذه اللحظة المتميزة، وأول نداء لها الشاحنية لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان المزروعي اللي يتولى عملية تضميرها. لكن خلاص هنا النهاية، بدأت الأوامر، بدأت التعليمات. الله يا سلام على الانطلاقة، يا سلام على الإثارة الحاضرة مع شوط المهجنات. هذه هي الشاحنية اللي غيرت المسار وتتصدر المقدمة والمركز الأول، الشاحنية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، وهنا القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة خطيرة لسيف بن هلال العليلي، واللحظات الأخيرة 300 متر النهائية. الله يا سلام، الشاحنية وخطيرة، خطيرة والشاحنية في معركة طاحلة على شوط أيضا المهجنات الأصايل. من سيفوز بلقب هذا الشوط؟ أيضا هذه هي الشاحنية المسيطرة وخطيرة، تحاول، واللحظة الأخيرة. الله 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 على الإثارة، الله على المنافسة الأخيرة. خطيرة 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 خطيرة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالكي خطيرة سيف بن هلال العليلي. المركز الثاني الشاهنية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، والمركز الثالث شواهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس اتت فيه ايضا الشاهنيه لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. هكذا هي النتيجه متابعينا الكرام، ونعود مع التوقيت الزمني الذي تدون تحت اقدام خطيره قاطعه مسافه 5 كيلومتر في زمن وقدره في 7 دقائق و51 ثانيه و7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالك ايضا خطيره سيف بن هلال العليلي، تهانينا والناموس.